أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى عن احتراق أكثر من 150 محل داخل مجمع تجاري عبارة عن ملابس وعطور في منطقة التحرير وسط بعقوبة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنعه من العبور إلى العمارات المجاورة والتي هي عبارة عن محال تجارية بدون خسائر بشرية. أخبرت مديرية الدفاع المدني على وجود حادث حريق في مجمع للملابس والعطور في حي التحرير. على الفور باشرت الفرق بفرق الإطفاء والإنقاذ بمجموع 7 فرق زاد إسناد بتناكر المياه لعملية إخماد الحريق. الحريق توسع بسبب أنه كون أنه المواد اللي سريعة الاشتعال من الملابس والعطور والمواد السبري اللي تدخل فيها مادة الكحول هذه تؤدي إلى سرعة انتشار الحريق. الحمد لله بفضل رجال الدفاع المدني تم السيطرة على الحادث. فيما أكد أصحاب المحل بأن عملية الاحتراق تم من خلال تماس كهربائي واحترقت جميع المحال بالكامل، مؤكدين بأن الخسائر المادية لا تقدر بثمن كون النيران التهمت كل شيء، ورغم وصول سيارات الإطفاء بسرعة لكن النيران كانت بسرعة كبيرة. التماس كهربائي اشتعلت بين النار، جت الإطفائيات ما لحقت عليها، الحمد لله. شو تسوي؟ كلها راح ما صفر. هاي الكاميرا قدامكم، وجه الكاميرا على المحلات وشوفوا، والله ما يتقدر. يعني ايش اقول لك، يعني اذا ما بي 100 محل 150 محل هذا طابقين كلها راح، يعني اقل محل بي 40 50 مليون، كلها بضاعه مستورده، بضاعه كلها البارحه نزل بضاعه والحمد لله. والله ابن عمي احنا صار تقريبا الحريق بالوحده ونص بالمجمع هذا الاول، تماس كهربائي محل مال العطور، هذا المحل ما سيطر عليه، فالمجمع كله هاي مجمعين تقريبا به 150 محل 200 محل، والمحل كله بضاعه جديده وكله خسائر ومليارات، يعني من راح يعوضهم؟ بس رب العالمين. زين فما قصروا الاطفاء، ما قصرت الشرطه، ما قصرت، فكل ما يعني ما يسيطروا عليه. حريق قوي، عمارتين والثالثه اخذتها والرابعه تقريبا راح يسيطرون عليها والحمد لله. نيران التهمت محالهم التجارية وخسائر مادية تتجاوز مليارات الدنانير، ولسان حالهم يردد العوض على الله، وينتظرون من يواسيهم على مصيبتهم التي فقدوا من خلالها مصدر رزقهم الوحيد. من محافظة ديالى، حسن شمري، التغيير الفضائية.